في آخر الزمان. ورد في الحديث الصحيح أن العلم يرفع في آخر الزمان، يرفع في آخر الزمان. كيف يرفع؟ لا يرفعه الله انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يرفع العلم بموت العلماء، يرفع العلم بموت العلماء. وقد فسر قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قالوا هذا بموت العلماء، وهذا في آخر الزمان. حتى إذا لم يبق عالم، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية. فلا حياة للناس بدون العلم، ولا سعادة للناس بدون العلم الشرعي الذي يحل مشكلاتهم، الذي يبين لهم كيف يعبدون ربهم، الذي يبين لهم كيف يصلون أرحامهم، الذي يعرفون به كيف يعالجون الجنايات والمعتدين لكف شرهم. لا بد من هذا، فإذا رفع هذا ماج الناس بعضهم ببعض، ما في علماء يرشدونهم ويوجهونهم، أو يتخذون رؤوسا جهالا ما عندهم علم فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، يضلونهم بأنفسهم ويضلون غيرهم.